طيب خلينا نبتدي معاك بماتش بيراميدز والاهلي. والاهلي خش في الموضوع على طول. خش على طول، احنا عندنا شويه شغل حلوين يعني، جايب لك بس حاجات كده ايه في الجول يعني. يلا بينا. طبعا بيراميدز والنادي الاهلي كان ماتش صعب، الناس بتنتظره، لعيبه نجوم ولعيبه على اعلى مستوى، فطبيعي انك انت هتلاقي يعني اداء كويس. وشوف النادي الاهلي قبل كده تالقوا فايزوا النهارده او امبارح او الماتش الاخير، كان بيراميدز كان محضر اكتر وكان موفق اكتر، لاني طبعا شفنا الاهداف فيها توفيق كبير جدا واللعيبه ادت بشكل كويس، ولكن النادي الاهلي اكيد هيلم نفسه تاني ان هو بينافس طبعا في الدوري، وعنده نادي الزمالك، نادي الزمالك ماشي كويس جدا ومركزين جدا وعواد بيأدي بشكل كويس، ونادي الزمالك عايز يعمل حاجه، فطبيعي ان يبقى فيه منافسه قويه. نفسه اشتعلت جدا جدا. طيب تعال نروح لاداء حراس المرمى في ماتش الاهلي وبيراميدز، واعرف منك الشناوي رايك في ادائه، والشناوي محمد والشناوي احمد. هو طبعا انا سعيد جدا من ان احمد الشناوي رجع تاني، ويمكن ده رايي منه هو في المصري معايا، ان احمد الشناوي من حراس المرمى المميزين جدا، والحراس المرمى الموهوبين جدا، بعض الاوقات اثر في حق نفسه شويه، الاصابات بعدته شويه، لكن هو احساس ان هو جاي وعاوز يبقى موجود متواجد، لان اسمه كبير جدا، وطبيعي ان هو يؤدي بشكل كويس ويكمل طبعا الاداء اللي كان شريف اكرامي يعني بيأديه. وانا شايف ان بيراميدز محظوظ لانه عنده ثلاث حراس مرمى ممتازين، سواء شريف او احمد الشناوي او المهدي. طبعا بيراميدز محظوظ بالحراس، وشفنا طبعا الشناوي مش ماتش الاهلي بس، الشناوي ادى بشكل كويس جدا اخر 3 4 ماتشات. وخلي بالك احمد الشناوي يعني بيأدي حوالي 50-60% من لسه المستوى. ما دخلش جوه بالظبط، فالنهارده كان ادى بشكل كويس، ما فيش هجمات كتير جدا، ولكن هنشوف طبعا. يلا شباب تقولنا الحالات.